رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات الرسمية المقلدة المنسوبة لجهات حكومية بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية. بتكثيف التحريات نجحت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط العناصر القائمة بعمليات التزوير والترويج، وهما اثنان كون تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وكذا تقليد العملات الوطنية والأجنبية. وبحوزتهما تم ضبط الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في التزوير ومستندات مقلدة